السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من كورس ماسترينج انيميشن. بهذا الدرس ان شاء الله حنتعرف على بعض الويدجت اللي بتساعدنا على بناء انيميشن جميل. لو على سبيل المثال ضفنا سنتر داخل هذا السنتر وضفنا كونتينر بهذا الشكل، تمام. كونتينر حنكتب فيه مثلا عادي تكست عادي في كلمة كونتينر بهذا الشكل، طبعا نعطيه هايت مثلا 200، ممكن نعطيه ايضا ويدز 200، وممكن ايضا نعطيه كلر بهذا الشكل وليكن على سبيل المثال باللون الأحمر، تمام بهذا الشكل. بنلاحظ أنه ظهر عندي الكونتينر. طبعا ممكن نخلي النص بالمنتصف من خلال خاصية الالاينمنت سنتر، أوكي بهذا الشكل. طيب حلو كتير هذا الكلام. نحن كيف ممكن نطبق عملية روتيت على هذا الكونتينر؟ كيف نحن ممكن نخلي هذا الكونتينر ينعمل له روتيت، أي بمعنى يصير في دوران فيه؟ ببساطة في عندي ويدجت موجودة بفلتر اسمها ترانسفورم، ممكن نحن نستعملها عشان هاي الموضوع. فنحن هنعمل ترانسفورم، ولكن بالترانسفورم هنعمل دوت روتيت عشان نوضح له انه انا حضيف عنصر داخله وحاعطيه التدوير، تدوير بزاوية محددة. طبعا بالبداية اكيد بضيف انا السنتر مع الكونتينر اللي بنيته بهذا الشكل، وهون بضيف انا الزاوية قد ايه حميله. هلا زيرو هي القيمة الافتراضية، بمعنى انه حاليا لا يوجد اي عملية روتيت على هذا الكونتينر. لو ضفت انا على سبيل المثال 3.14، بمعنى اني انا عملت له تدوير بمقدار 90 درجة، تمام، ولكن هي بالراديان، تمام، هي بالراديان. فاذا انا مثل ما بلاحظوا صار في عملية تدوير للكونتينر بمقدار 90 درجة، تمام. فيني انا مثلا دوره بمقدار 45 درجة. كيف هذا الشيء؟ بكل بساطة ممكن اعمل على 2، تمام. فبنلاحظ انه هون عملية التدوير بحوالي 45 درجة، تمام، بهذا الشكل. ممكن مثلا ايضا نعطيه 2 ب 3.14، حيرجع الوضع الطبيعي لانه عملية التدوير هون وصلت ل 360 درجة، فدار حول نفسه دورة كاملة. طيب شو بنستفيد من هذا الكلام؟ ليش نحن عم نتعرف على الترانسفورم روتيت؟ لأنه الترانسفورم روتيت لو أخذناها بهذا الشكل وضفناها داخل على سبيل المثال توين أنيميشن بيلدر، تمام؟ طبعا حنضيفها هون بالبيلدر تحديدا مثل ما تعلمنا سابقا، أوكي، حنضيفها بهذا الشكل، اوكي، وحنعطي زمن للانيميشن وليكن على سبيل المثال 3 ثواني، تمام. حنعطي هون توين بهذا الشكل وحنقول له انه يبدا من زيرو، تمام، ويدور حول نفسه دوره كامله. كيف هذا الشيء حنعمله؟ حنقول له البيجن زيرو، حنقول له الاند 2.3.14 بهذا الشكل. طبعا هو خليها 0.0 عشان يكون نوع دبل، وحنضيفه هون بالانجل اللي هي الزاويه، تمام، بهذا الشكل. لاحظوا كيف عم بيدور حول نفسه. مثل ما ملاحظين كل ما نعمل هوت ريستارت بنلاحظ ان الكونتينر حيدور حول نفسه. هلا هي الترانسفورم ما أنا يعني ما أنا من ضمن الانيميشن، ولكن نحن من خلاله قدرنا نعمل انيميشن شكله جميل. انا عشان هيك طرحت لكم موضوع الترانسفورم لانه جدا بتساعدنا على بناء انيميشن بشكل جميل جدا، تمام. طبعا نفس الموضوع نحن ممكن نطبقه مع عدة ترانسفورم أخرى. على سبيل المثال في عندي الترانسليت. الترانسليت ما فيها زاوية، تمام، ولكن بتحتوي على ما يسمى بالأوفسيت. ثواني، أوكي، بهذا الشكل. لو هون عندي نلاحظ في أوفسيت، أي بمعنى أدي أنا حأعمل له تحريك من ناحية المحور إكس وتحريك من ناحية المحور واي، فلذلك انا حاستعمل اوفسيت بهذا الشكل. فهون بيحدد لي قديش انت عايز تعمل له حركه من ناحيه المحور اكس، انا حقوله مثلا 0، اوكي، ومن ناحيه واي 0، خلينا نقول على سبيل المثال، اوكي. فبنلاحظ ظهر عندي بشكل طبيعي. طيب لو انا من مثلا عايزه من المحور اكس يندار بمقدار 10، فبكل بساطه بضيف 10، فبنلاحظ انزاح بمقدار 10، ممكن 70 مثل ما بنلاحظين على الاكس، ممكن نخليه سالب 70 فبينزح نحو المحور الاكس ولكن باتجاه اليسار. ممكن ايضا للاعلى او الاسفل من خلال ال 30، بنلاحظ الاسفل ناقص 30 للاعلى. فاذا هي تحريك على المحور اكس والمحور واي، اي باتجاه الهوريزونتال وفيرتيكال. هل انت بدك تحركه
بشكل فيرتيكال عمودي من للاعلى اسفل الى اخره، او انت بدك تحركه هوريزونتال اي انه افقي، اي بمعنى يسار يمين. طيب كيف انا حاستعمل الانيميشن هون؟ طبعا انا ممكن اعمل انيميشن بسيط، مثلا لو مثلا عايز يبدا ب10 وتصل درجه التحريك ل 50.0 مثلا، تمام، ونضيف الفاليو هون بهذا الشكل. اذا حابب انا اطبق الانيميشن على الاكس وعلى الواي بضيفها هون بهذا الشكل. هلا بنعمل هوت ريستارت، فبنلاحظ انه الكونتينر عم يتحرك عندي بهذا الشكل. طبعا احنا ممكن نزود نخليه 80، اوكي، ونرجع نعمل هوت ريستارت، فبنلاحظ انه في عم يتحرك الكونتينر من 10 ل 80 على المحور اكس وعلى المحور واي. طبعا هو ممكن نزيد عملية التحريك ل60 على سبيل المثال، نعمل هوت ريستارت، وبنلاحظ انه عم يتحرك عندي بشكل جميل. طبعا هون عم تبدا، يعني انا يفضل دائما اخليه يبدا من الزيرو عشان يكون الانيميشن بياخذ وقت، او حتى يكون واضح بالنسبه لنا اكثر، لانه بيبدا من زيرو بيصل ل80، يعني كاني عم حط له انا قيمه زيرو بالبدايه وبعدين عم زيحها ل80، تمام؟ ممكن اخليه لل100، اوكي؟ مثل ما ملاحظين بهذا الشكل. ممكن نقلل زمن حدوث الانيميشن لثانيه فبصير اسرع، الكونتينر بيتحرك بشكل اسرع مثل ما ملاحظين. طبعا ممكن اعطيه قيمه سالبه، يعني لا يوجد اي مشكله، تمام. نعمل هود ريستارت، فبنلاحظ عم يتحرك عندي بالاتجاه المعاكس، بدل يمين للاسفل عم يتحرك يسار اعلى، تمام، بهذا الشكل. هي فكره الترانسفورم ترانسليت. ايضا عندي السكيل، واللي هي بمعنى انه قد ايه انت حتزيد الحجم او حتصغره. يعني السكيل اما بتكون مثلا قيمتها زيرو، يعني مختفي تماما، او بتكون قيمتها واحد اللي هو الحجم الطبيعي من دون اي تغيير، او قيمه 2 مثلا اللي هي ضعف الحجم الطبيعي. ممكن احنا طبعا نعطي فواصل 1.5 اي بمعنى 1.5 من حجمه، اوكي. فالى حد ما ممكن بكل بساطه هي هي فكره السكيل، يعني بمعنى انه انا 2 ضعف الحجم، 1 الحجم الطبيعي، 0 لا يوجد اي حجم حرفيا، 0.5 نصف حجمه الطبيعي، تمام، 3 اضعاف حجمه الطبيعي، 4 اضعاف حجمه الطبيعي، وهكذا. هي هي الفكره ببساطه من السكيل. فانا ممكن استعمل الانيميشن هون اقول له بيبدا من مثلا نصف حجمه الطبيعي لضعف حجمه الطبيعي، اوكي، واخذ الفاليو واضيفها هون بهذا المكان. طبعا لازم تكون دبل، فلذلك بحط هون 2.0 بهذا الشكل، تمام. هلا لو عملنا هود ريستارت بنلاحظ انه عم بيبدا من نصف حجمه ويصل لضعف حجمه الطبيعي. هذا الشيء عم بعمله انا من خلال ترانسفورم سكيل. هي الافكار كلياتها اللي انا عم بطرحها لكم هي بتساعدنا على بناء انيميشن بشكل جميل. عندي امور اخرى ايضا، ممكن انا المكان اللي حيبدا من عنده، يعني هو عاده بيكبر من المنتصف، تمام، ممكن خليه يبدا من الطرف هذا على سبيل المثال، او من الطرف هذا الاوريجن، المكان اللي حيبدا منه الحجم. فممكن احنا نقول له 100 مثلا، 100 على المحور. فبنلاحظ هلا شوفوا كيف من هذا هو المحور الاساسي، يعني عم يبدا من هي النقطه، تمام، هون ثابت، لاحظوا ثابت بهي النقطه. نحن ممكن نخلي الثبات بالمنتصف، تمام، ممكن نخليه بأي مكان نحن عايزينه. فبنلاحظ هلا بالمنتصف صفر هون، هاي هي نقطة اللي عم بيكبر بناء عليها، تمام، يعني المركز عم بيكون بالمنتصف. أنا ممكن نخلي المركز على اليسار أو اليمين، تمام، ناخذ نصف الطول ونصف العرض مثل ما ملاحظين بهذا الشكل، فعم ياخذ هي الزاوية. ممكن أنا أغير الزاوية، أحطها سالب مثلا، سالب هون، شوفوا شو راح يصير، حتكون هي الزاوية هي الأساس، او هي مثل ما بيقولوا نقطة الاساس، تمام، الاصل يعني اللي بناء عليه عم بيزداد حجمه، تمام. فهي الاوريجن بكل بساطة، يعني الاصل، المكان الاساسي اللي عم من خلاله نحن عم نحدد من اي نقطة حيكبر، تمام. هلا هي بجوز ما تكون واضحة بالنسبة لكم من خلال الفيديو هذا، ولكن لو انتم جربتوها عندكم حتفهموها 100%، جدا بسيطة ما فيها اي شيء. هاي ببساطة يا شباب فكرة السكيل، فكرة الترانسليت، فكرة الروتيت، 3 من الويدجت حقيقة اللي بيساعدوني جدا على بناء انيميشن بشكل جميل جدا. طبعا حنعمل نفس الانيميشن هاد ولكن بخواص متقدمة اكثر بالاكسبليسيت انيميشن، ولكن انا مبدئيا حبيت اشرح فكرة الترانسفورم سكيل والروتيت والترانزليشن او ترانزليت عفوا،
حتى نحن نقدر بالدروس القادمة نفهم الأفكار الأساسية الموجودة ببعض الويدجت المبنية واللي بتكون جاهزة حقيقة بالإكسبليسيت أنيميشن. بتمنى يا رب الدرس يكون نال إعجابكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.